تحد جديد يتصدر تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، يعرف باسم تحدي العسل المجمد فروزن هاني. ويقوم هذا التحدي على وضع العسل في زجاجة بلاستيكية وتجميده ومن ثم تناوله. هذا التحدي انتشر بين رواد تيك توك بسرعة كبيرة، ليحذر منه بعض الاختصاصيين حول خطورته على سلامة الأسنان وتناول كميات كبيرة من السكر. خلونا نشوف هذا التحدي ونعرفه أكثر. ما هو سر شعبية التيك توك ولماذا يحرص المستخدمون على المشاركة في التحديات؟ تيك توك هو من أكثر المنصات شهرة، وذلك بفضل الحركات الراقصة المميزة والتحديات الممتعة. وسواء أحببت التحديات أم لا، فالمشاركة بها تعد أحد أسرع الطرق للوصول والانتشار عبر التطبيق. تبدأ معظم التحديات بأغنية أو مقطع صوتي مشهور يتم استخدامه. شخص واحد يستخدم هذا الصوت أو الأغنية بأسلوب ملفت، وإذا ما تم تداوله بشكل كبير سرعاً ما يبدأ المستخدمون في إضفاء طابعهم الخاص عليه. وعندما يبدأ المزيد والمزيد من الناس في عمل إصداراتهم الخاصة، يصبح هذا التحدي ترند عبر المنصة. فجوهر التطبيق هي هذه التحديات، وما هو دارج بين المستخدمين، سريعة حيوية ومتنوعة المفاهيم. هناك المسلي والمضحك، وهناك ما هو خطر وله عواقب وخيمة. حسافة، أنا كنت منتظر هذه الأغنية فرايدي ذي. يلا موكر ما شوفه. نتحدث عن هذه التحديات والأغاني، وانضم إلينا هنا في الاستوديو دانيال آل ميداني، فنان ومؤثر وصانع محتوى على تيك توك. حياك الله. الله وسهلا. دانيال، يعني لماذا الفيديوهات اللي فيها تحديات أو تشالنجز هي التي ترقى رواجاً وتداولاً بين الناس اللي بحبوا التيك توك؟ جميل، لأن في التحديات تقدر تلاحظ أن كل شخص له كاركتر مختلف وكاريزما مختلفة، فكل واحد قاعد يحاول أنه يقدم رسالة أو يقدم مثلاً شخصيته لجميع فئات المجتمع في التيك توك. فهذا الشيء يعني. دانيال، أنا ما فهمت التيك توك بصراحة. يعني مريت على المنصات سناب شات، إنستغرام، تيك توك ما فهمته. اليوم هل أعداد المتابعين هي اللي تزيدك مشاهدة وبالتالي تجيب لك اللي تسعى له من الهدف، اللي هو خلينا نقول الكسب المادي أو غيره، ولا 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 شنو الوضع؟ الجيفت اللي توصلك، التحديات اللي تدخلها، تقدر. ولكن التيك توك نظامه مختلف. اي شلون نظامها؟ فهمني بالله. انا ترى في التيك توك من رمضان. تو بداية رمضان. زين. فالتيك توك نظامه مختلف عن باقي مواقع التواصل الاجتماعي. بس اللي حلو فيه انه فيه كل شيء. كل شيء. شو الدورة تحصلها في تيك توك؟ كل شيء. لا ادري ادري، انا اسف، ادري كنا كل شيء. يعني اعلى مشاهداتك مثلا خلينا نقول وصلت الى رقم 1.8 مليون. لا 1000. اوكي.
1800؟ ايه 1800. طيب اليوم هذه المشاهدات هل تعني مدخول مادي لك ولا لا؟ المشاهدات لا تعني مدخول مادي. ايه؟ اما الجيفت اللي توصلك، الهدايا اللي يرسلونها المتابعين وقت التحديات او بدون تحديات، اذا انت داخل على التوب 1 على مستوى الشرق الاوسط تكون توب 1، هذه اللي هي تعطيك مدخول مادي. تمام. طيب تحدثت انه احيانا الفيديوهات بيكون لها هدف او رساله، ولكن في كثير فيديوهات ما في منها هدف، هي لمجرد التسليه او احيانا لاسباب اخرى، ترويج لمنتج معين. صحيح. طب هذه التحديات اللي احيانا عم تكون خطره وعم بيروح من وراها ناس بتموت. صحيح. كيف بيتم ضبط هذه الفيديوهات او هذه التحديات؟ هو التيك توك عندهم هل في خاصيات معينه؟ لانه من قليل كنا عم نتحدث عن في خاصيات. نعم، في خاصيات. حتى انت كمشاهد في التيك توك مثلا داخل البث عندي وشفتي ان في اي شيء ممكن يضرب الصحه، ممكن يسبب اذيه، تسوي الريبورت فورا، اداره التيك توك يقفلون البث، باند، يعطون باند لصاحب الاكونت. زين، هذا مثلا العسل، تحدي العسل هاليومين، وكان في تحدي انه تاخذ القرفة والباودر او المطحونة وتبلعها وبالتالي تتكلم، اذا ما راح تغص وتشرق وغيره. هو شوف، مو تحديات خطيرة هذه، خاصة اذا الاطفال، لان الاطفال اكثرين اكثرهم مستخدمين تيك توك. انا معك، ونحن ككبار خلينا نقول، والكبير الله سبحانه وتعالى، نحاول ان نفس الوقت ان نقدم رسالة ونكون قدوة. بس في ناس يعني تقدر تقول ماخذين الموضوع بس كذي، عرفت؟ يعني قاعد يسوي كل شيء عشان بس انه ينشهر او يطلع توب 1 او يحصل مدخول، فمستعد انه يسوي كل شيء. يعني انا من دخلت التيك توك عندي قاعده نعمه الله، نهائيا ما ادخل فيها، ما العب في نعمه الله، حتى لو كان في احكام اكل اي شيء، في كثير من الاحكام، احكام مضحكه، احكام كوميديه، احكام رياضه، وايد اشياء. طيب دانيال، على اي اساس تحسب شهره تيك توكر عن غيره؟ يعني هل عدد اللايكس، هل عدد المشاركات بتحدي معين، هل عدد الكومنتس او التعليقات، على اي اساس الهدايا تحسب؟ الهدايا تحسب شهره الشخص على التيك توك على حسب سمعتك في التيك توك. هل انت معروف؟ مين بيحدد السمعه؟ الجمهور اكيد، الجمهور مقابل المحتوى اللي انت قاعد تقدمه. اي بس شلون مين بيقيم؟ يعني مين بيقيم؟ ايه الجمهور، حتى كيف تقدر توصل له؟ يعني في وايد ناس ترى، هذه في وايد ناس ينزلون فيديوهات ويقدمون اشياء ولكن ما عندهم محتوى. مو فهمتي كيف؟ ولكن بس ينشر، عندهم متابعين كثير، عندهم ملايين. انا معك، عندهم متابعين وينشهرون، ولكن في النهايه لو فتح بث مباشر تلقى عند في البث يمكن يعني 50 شخص. الخط الفاصل بينك وبين اي شخص اخر هو البث المباشر. هو البث المباشر. ايش كثر يتفاعل وياك الجمهور اثناء البث؟ ايش كثر عندك جمهور قوي انت؟ طيب هل اليوم في المنصات تدعم المحتوى، تيك توك هل قاعد يسوي هذا الشيء وياكم مثلا؟ تيك توك يعني يدعمون المواهب بطريقه رهيبه. انا ما كنت متوقع، يوم دخلت تيك توك نزلت فيديو للدي جي، حتى مع اني ملتي تالنتس ويعني متعدد المواهب، بس نزلت فقط الدي جي. يعني نمت نشيت. كيف دعمه؟ كيف تم دعمه يعني؟ انه اعاده بثه؟ لا، عندهم حس خاصيه ان الفيديوهات يوم انت تقدم تالنت موهبه بروح التيك توك يطلع الفيديو عندك اكسبلور والناس تشوف. يعني بينشروا على حسابات ناس لحتى تتم الاضاءه على هذه الموهبه، عليك نور، فيساعدونك انه اذا عندك موهبه انك تقدمها وتطلع للعالم. فهذا اللي حلو في التيك توك. يمكن عادل ودانيال كلنا فكرنا او ظننا بانه خلال جائحه كورونا لما الناس كانت قاعده بالبيوت معقول كرمال هيك تيك توك اخذ شهره، بس لا، الظاهر بعد. لا ما اظني بعد، ما اظني، لان تقدر تقول في برامج ثانيه وايد بثوث مباشره. زين، انت قلت لي انا نمت وقعدت لقيت عندي كم من المتابعين، بونش كامل من المتابعين 26,000. زين، ماذا بعد؟ إذا ما قدمت لهم ما يحتاجونه يرجعون. أوكي. أنا قبل لا أدخل التيك توك أتكلم عن نفسي كدانيال. طيب. خذيت دراسة لمدة يومين على البرنامج. قعدت أشوف شو المحتويات، شو الفئات العمرية اللي موجودة، شرائح المجتمع اللي شو ينتبهون، شو الأشياء اللي ممكن تجذب المشاهد، عرفت كيف؟ بعدين اخترت إني أبدأ بالدي جي، عرفت كيف؟ فأنا حددت هدفي ودخلت. هذه في ناس مثلاً بس يدخل كذي، فعشان شيء ما يوصل، عرفت كيف؟ فالافضل انك قبل لا تدخل اي شيء تكون دارس الشيء، عارف يعني الخبر. عارف الشيء. طيب دانيال، شكرا لك. دانيال الميداني، فنان ومؤثر وصانع محتوى على التيك توك. لا تحطنا تيك توك الحين، احنا باكر. لا، بنزل مقابله. لا لا. شكرا لك دانيال. الله يخليكم. I'm gonna show you how to get it and go right foot up, left foot slide, right foot slide, basic.
Mentally I'm saying either way we about to slide. Hey, can't let this one slide. Wipe it down, wipe, 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 wipe it down, wipe, wipe, wipe.